ونحن ضمن الامكانيات الموجوده حاليا لابد من وضع جدول زمني. يشويك يا بطة يا قطة، شو هالطلة يا قطة؟ لا تتخيل في أنجس ولا في أوطى يا قطة، شو هالسحبة يا قطة؟ قال بده جدول زمني ويرسم خطة، حنقوي البنية التحتية عسلوم الإطفائية، رح بنعلقك بالحبل تبع النطة، حنقوي البنية التحتية عسلوم الإطفائية، رح بنعلقك بالحبل تبع النطة. يا قطة علي النطة يا قطة، يا بيشو بس تتحمم خود البطة، يا بطة وصل القطار يا بطة، والبابا عم يستنى بتاني محطة. البطة عم تطمن عبابا عمرو، بابا عمرو رح يشويكي يا بطة.